استطاعت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح إحكام قبضتها على أغلب المرافق الخدمية والاقتصادية، واستخدمتها كورقة ضغط لإخضاع المدينة. لكن عندما أجبرت على الخروج منها، حولتها كما ترون إلى أكوام من الركام. في الجهة الغربية من مدينة تعز، حيث الخط الرابط بينها وبين مدينة التربة جنوب المحافظة، تقع منشأة سد الجبلين النفطية. يعود تاريخ إنشائها إلى الربع الأخير من سبعينيات القرن الماضي، لتكن بمثابة صمام أمان للمحافظات من متطلبات المشتقات النفطية والغاز. انشئت المنشأة بتموين من مؤسسة النقد السعودي في هذا التاريخ في عهد الرئيس الراحل إبراهيم الحمدي، بلغ قيمة القرض 529 ألف دولار للمنشأة، مثلها منشأة في صنعاء ومنشأة المخا. كان الشركة المنفذة شركة روم بترول الرومانية، تم تسليمها في 78، تسليم المنشأة بشكل نهائي وبدأ العمل فيها بداية الثمانينات. جهزت بأحدث الإمكانات التخزينية، وبشكل تستطيع من خلالها المحافظة إدارة أزماتها التي قد تحدث، إضافة إلى جعلها مورداً اقتصادياً مجزياً. كانت مثل مخزون استراتيجي للمحافظة كامل بالنسبة للبترول والديزل والغاز. هذه الكمية كمية احتياطية، عندما تحصل الأزمات الشركات تقوم بإخراج يعني أسطوانة الغاز هذه على أساس أنه تبعد الأزمة الذي في المدينة، لأن مدينة المنشآت كانت تمون المستشفيات، تمون الأفرام. كان هذه المنشآة تعد يعني رصيد للأمن الاقتصادي يعني. أدركت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح أهمية هذه المنشأة، ودفعت بعناصرها ومشرفيها إلى فرض سيطرتهم عليها وتسخير المخزون المتوفر فيها من النفط والغاز لحساباتهم الشخصية. هو يعني يشتغلوا بالقوة، يعني منعناهم الحراس، ضربوا رصاص والحراس دخلوا، هربوا الحراس لهنا لا تحت. ما معكم يا خبراء، احنا ناس يعني عمال ما لناش دخل باي حاجه، اشتوا ديزل اشتوا بترول، ما نقدرش احنا ندي لكم اي حاجه. شلوا براميل من هنا قلبوهم لفوق، 150 الف لتر ديزل وكميه اخرى من البنزين ما يقارب حوالي 4000 الى 5000 لتر. ذهبوا بحدود 7000 بابور، كان محمل ب 7500 لتر، ما دفعوش قيمته. باعوا
بعض الاسطوانات الغاز على بعض الوكلاء ورجعوا الفارغ واخذوا قيمتهن لهم، ما سلم ما وردناش. منعنا السياره من خروجهن، نشي تصاريح، قالوا ما فيش تصاريح. لمن التصاريح؟ قالوا قلنا لهم احنا ضروري حراسه نشي تصاريح، قابلوا لنا حق 3 ديانات أو 4 ديانات تصاريح، بعدين رفضوا ما عندوش، خرجوا الكميه الباقيه بدون تصاريح كله واستلموا البياس من انفسهم. استفادوا كثير، وكانوا يسخروا مشتقات النفطيه لحربهم، لآلاتهم، لاحتياجاتهم. استفادوا ايضا للمتاجره بالسوق السوداء. لم يقف حجم الضرر الذي ألحقته ميليشيا الانقلاب عند هذا الحد، بل تسببت في تعطيل المنشأة في ظل حصار مطبق أرادت من خلاله فرض عقاب جماعي على أبناء المدينة بحضرها وريفها. خطتهم بدأت بخنق تعز من هذه المنشأة. إنه ما سمحوش إنه يغذى المدينة في الداخل ولا المشاريع اللي هي على بالمديريات الأخرى. أحرم المواطنين من حتى من الدب الغاز اللي يصنع قوته يومه في منزله، وأحرمه من أن يلجأ إلى الأفرام. الأفرام مخصصة للديزل من الشركة. لم تكتفي الميليشيات من نهب المخزون الاحتياطي في المنشأة، بل سعت إلى خطوة تصعيدية أكبر بعد تولد حركة الرفض الشعبي، تمثلت باستخدام المنشأة كموقع عسكري، وكثفت من تواجدها بجوار مستودع الغاز، وإطلاق عملية عسكرية واسعة نتج على إثرها تفجير المستودع. الحوثاء راحوا يضربوا على المقاومة من جنب حوش الغاز، من جنب الغاز، وهذاكم ردوا عليهم وسووا الانفجار. وقع الحريق، رحنا طفينا قري من هنا لهناك، حمدنا الحريق، حمدنا الحريق بالماء اللي هناك والطفايات. رجعنا لهنا للموقع حقنا، يعني يصيحوا لنا حراس من هناك في أهرق. نروح وطفينا مرتين، يعني 3 مرات طفينا بإيدنا ونروح ونطفي ورجعنا. يوم أولا وطفأوا الإدفائين، ما طفأوا كل حاجة ومصر. يوم الثاني حموم. يوم 19/7 ثاني أيام العيد رمضان 2015 عند الفجر بدينا نسمع انفجارات شديدة جدا. انفجارات ضخمة أثارت الرعب والهلع بين السكان المجاورين، وغدا الأمر كما يصفه السكان، كما لو أنه بمثابة يوم الحشر العظيم. شافوا النار لا داخل القاعدة ولا قبل الحبشي، قالوا قامت القيامة. اخرجوا من البيت، اخرجوا من البيت. ليلة رعب يوم انفجرت الغاز. ربما كان المواطنين في راس قبل الحبشي يتصلوا لنا ايش حصل، تعز تحترق. طيب هذا كان كله مو على مو، كانوا يقولوا اللي هنا القرى المجاورة انتهت الجبلية، الحما بيجي يقف فوقنا. كل من كان في القرية حتى البهائم خرجوا كلهم. واو خائفين، خرجنا من ابوه، خرجنا على طيف. كنا خائفين، كنا نفتقيع، طلعنا الجبل. يعتبر هربوا المجاورين كلهم، الدباب وصلين يعتبر إلى القرى المتجاورة كامل. شوف الدباب الغاز، أخذ الدبلة فوق وتمشي فوق إلى القرية، إلى جنب كانت تضرب في العمارة وتدخل لداخل.
من زاد له خانون حقاين ما حنا دولا لما تاكل تحط بباب 19. قلت لك الأولى لطف الله وأنه ألهم الإخوة في قسم الأمن والسلامة وقاموا بعمل أثناء الانفجار المخزون أنه شغلوا نظام التبريد على الخزانات كامل. كنت أنا شاهد بأم عيني من جانب البيت أنه أغلب الأسطوانات في أثر لحد الآن الأسطوانات على أسطح الخزانات. إحنا خلينا المضخة شغالة علشان التواني كانوا كلهم في بهم بترول منهم، خلينا كل التبريد شغال على طول، لما كمل الماء على طول هو تبرد، لكن ما خليناش الماء ممكن كانوا محموس وفقروا أزيد. لم يكن تفجير مستودع الغاز هو الحصيلة النهائية لمرور الميليشيات في هذه المنشأة، بل تبين بعد اندحارها منها مصفوفة متكاملة من الخراب والدمار والسلب والنهب، طال كل شيء وأصبحت بحكم المعطلة تماما. اللي ما تدمرش أثناء انفجار الغاز تدمر في المرحلة التالية بصواريخ وقذائف متعددة، وكما تلاحظ حجم صوار الخزان رقم 5 حق البترول يعني قذيفة معينة عملت به تفجير، والآخر مثله السطح الخارجي مع السطح العائم مع الاحتراق مع كذا، بالإضافة للقذائف الأخرى اللي هي كانت تدخل من الخزان من جهة وخرجت من الجهة الأخرى شظاياها. اسطوانة الغاز 65,000 الذي انتهت والذي بقت يعني أخذت من داخل الموقع، حتى الذي كان باقي يعتبر من الذي باعونه الكمية الذي كانوا ينزلون الفاضي بذر المليان سرق كله من قبل الكل. احنا الحراسة ما نقدرش كنا نتحاكي نهاية لأنه هم مسيطرين كانوا على الموقع. نهبوا حتى المحابس، نهبوا حتى الأسلاك الكهربائية، نهبوا كل حاجة. تخيل طبلون كهرباء تجي له قدو صاقة ما عاد بينش ولا حاجة. أكثر من 2 مليار ريال هي التقديرات الأولية لحجم الدمار والخراب التي أحدثته الميليشيا في هذه المنشأة، توزعت على كافة القطاعات والمنظومات التخزينية بنسب متفاوتة. ما يتعلق بقطاع التفجير المخزون يوصل الرقم إلى 586 مليون و344 ألف. التكلفة في الأضرار والخسائر المادية وخزانة الوقود حوالي إلى 966 مليون و880 ألف ريال. في عندنا خسائر متنوعة أخرى بلغت حوالي 37 مليون و500 ألف. ما يتعلق بالاسطوانات الفارغة برضو اللي كانت سليمة وأخذت من داخل المنشأة حوالي 61 مليون و618 ألف.
الذي لا يحب الوطن هذا يعني هو الذي يريد تدمير هذه الأمور، ولا الذي يحب الوطن يحافظ هذه منشآت حكومية ومنشآت يعني للشعب، المفروض أن يحافظ عليه من أي طرف، لازم يعني يسيطر عليها ويحافظ عليها. بهذه المصفوفة الكاملة من الدمار والخراب والمعاناة ومفاقمة الحالة المعيشية لمئة موظف، تركت الميليشيا الانقلابية منشأة سد الجبلين. حتى نحن الموظفين كان مصروف لنا من اسطوانتين ما تمتش، ما تمتش يعني. كان في موافقة لأنه صرفوا الموظفين من اسطوانتين ما تمتش. الآن أنا وضعي ما طرفش 20 ريال بجيبي. كيف وضعي؟ وضعي لآخر درجة. يعتبر كل الناس يعتبر الموظفين في أزمة. من الذي يقدر يحصل الآن بيجيبوا 1000 ريال من الموظفين؟ ولا واحد. تحصل الراتب يعتبر خرج روحك، ما عافش معانا أي حاجة. حرموا هذه المحطة من التموين حتى لا تستطيع أن تدفع أي نفقة لأي موظف. بيننا وبين الله أنا جاوع وغيري جاوع وخاف الله، يرجعوا إلى الله يخافوا، يحسبوا أنهم يتحاسبوا بنا يوم القيامة. نعم إنا. بهذه المصفوفة الكاملة من الدمار والخراب، تركت الميليشيا الانقلابية منشأة سد الجبلين التي لا زالت حتى الآن قيد التوقف، رغم وقوعها في الإطار الجغرافي للمناطق المحررة، ولم تلقى أي توجه لإعادتها للعمل من أجل التخفيف من حدة الضغط في انعدام المشتقات النفطية في المدينة المحاصرة. اللي نحن صدمنا فيه أنه تأخرت الشركة كثيراً في تلافي الوضع، بدأت شركة النفط، وكانت تساعد كثير من تخفيف المعاناة المواطن إذا وفرت المشتقات النفطية. أما الآن اللي يلتقدوا بالمحطات أو بالشوارع كله سوق سوداء، وهذا يتبعهم هم أيضاً، هذا سوقهم. الإخوة في المحافظات الجنوبية خلاص احتفظوا بحقهم الطبيعي، حتى أنه ما استطاعوش أنه برغم أنه راح الإخوة من الإدارة واتفقوا وعملوا محاضر على اعتبار أنه مؤمنون الخط اللي هو القادم من التربة إلى المدينة، ما مش راضيين. المفروض أنه فرع عدن أو فرع عدن اللي هو الآن يمثل الإدارة العامة تقولهم هو اللي يقوم به إصلاح هذه المشاهد الشرعية عن طريق فرع عدن وواردة فرع عدن. ممكن وممكن لو مونوا لو قاموا بعملية التمويل بديل عن الحوثيين ممكن يصلحوا كل شيء خلال 6 شهور أو تمويل 6 شهور أو سنة، ممكن يصلحوا كل شيء. جرح عميق تركته ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في قلوب أبناء مدينة تعز، وإرث كبير من الدمار والخراب لا زالت شواهده حاضرة، وهناك تفاصيل وحكايات تفوق ما نشاهده هناك.